مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساء حضراتكم بكل الحب. ولأول مرة بقول بكل الحب، لأن أنا ما شفتش منكم غير كل حب لما اختفيت عن الشاشة. عايزة أقول لكم إن امبارح كان عيد ميلادي، ولكن النهاردة أنا شايفاه عيد ميلادي الفعلي لأن رجعت هنا مرة تانية. عايزة أقول لكم كمان أنا متشكرة لكل حد كان بيسأل عليا، ولكل حد كان بيسأل أنا ليه مختفية، والبنوتة كمان اللي موجودة النهاردة غير البنوتة اللي كانت موجودة قبل كده. يعني يمكن دلوقتي أستاذ نصر الشاهد لو سمعني عارف إن أنا كل مرة ببقى متوترة، يعني أنا طالعة أعمل حلقة في إيربيس في كاميرا قدامي دايما بكون متوترة وخايفة، ولكن النهاردة أنا جاية وكل ثقة. البنوتة اللي كانت موجودة مش بس الشيب اللي اختلف، لا كمان الكاركتر بقت مختلفة قوي، حاجة عايزة تقدم وعايزة تظهر نفسها أكتر. كمان كل الفترة اللي فاتت كنت خدت بالي ان احنا كان برنامجنا اللي هو ازيكم عاملين ايه، احنا نبدأ حلقتنا النهاردة ومرة واحدة الضيف طالع، ولكن النهاردة انا مدية مساحة، مدية مساحة ان انا اتكلم معاكم، ومدية كمان مساحة ان انا اشكركم. علشان كده بقى هبدأ اول حاجة بالاسئلة بتاعتكم اللي انتوا كنتوا بتسألوها الفترة اللي فاتت. كان اول سؤال اختفيتي عن الشاشة 5 شهور ليه؟ يمكن الناس اللي كانت متابعه شويه كانت عارفه ان انا في اخر سيزون كنت بقول ان انا هعمل لكم سربرايز حلو قوي، وكانت السربرايز بصراحه ان انا اغير اسم البرنامج ومحتوى البرنامج، ولكن بعد كده اتفاجئت ان انا مسافره. كنت المفروض بعمل تغطيه لمعرض جال فود 2020 في دبي، والحمد لله كانت تغطيه كويسه وعملنا لقاءات من ناس عربيه واجنبيه على مستوى كويس قوي، وكمان كان مستوى حلو جدا لاسم البرنامج بتاعي ان هو يروح مكان زي ده، لانه مش بس مؤتمر مفيد قد ما كان هو كمان مؤتمر عالمي يعني على مستوى العالم. كان تاني سؤال، باباكي كان واثق فيكي لدرجه انه يخليكي تسافري بره مصر لوحدك وانت لسه بنوته سنجل، يعني مش عارفه ايه الغرض من بنوته سنجل، يعني اكيد محدش بيعاير بالموضوع ده، ولكن هو السؤال كان غلط شويه. هو مش باباكي ازاي واثق فيكي، هو باباكي ازاي كان واثق في نفسه قوي لدرجه ان هو يسافر بنته بره مصر. هو كان واثق في نفسه لانه هو طلع تربيه صح من بيت صح، ادى حب وحنان وادى اهتمام بطريقه صح، لدرجه ان هي البنت دي لو سافرت وراحت وجت يستحيل ان هي تفكر تاخد الحب والحنان والاهتمام ده من حد تاني، فعلشان كده كان طبيعي ان هو يكون واثق ان انا اسافر. وخليني كمان اشكره واشكر كل الناس الجميله اللي كانت بتساعدني في الموضوع ده، واشكر كمان كل الناس اللي كانت بتنبسط لي باي خطوه انا بعملها. السؤال الثالث، لو ليه كان كل شويه نلاقي خبر نازل السر ورا اختفاء مذيعه قناه الصحه والجمال؟ هو يعني في حاجه من الاثنين، لا اما انا صحابي ناس صحفيين جدا وانا كنت شاطره لدرجه ان انا عملت معاهم علاقات حلوه فبالتالي عايزين يعملوني ترند، لا اما فعلا كان في سر ورا الاختفاء وكانت في ناس مهتمه ان هي تعرف، ولكن السر في الحالتين ان هو كان وجود ظاهره كورونا. الحمد لله ان هي بدات تخف شويه شويه، ولكن ده كان سبب اساسي بعد ما رجعت من السفر ان انا ما كانش ينفع ابدا ان انا اسافر واتعامل مع ناس، وكانت في حاجه زي دي منتشره في مصر وكانت اعداد كبيره جدا. خلونا كمان النهارده نقول ان مش بس المذيع الشاطر او المذيعه الشاطره اللي هو يكون عندها الخبره اللي هي فن بدايه الحلقه او فن اختيار المقدمه او فن اختيار الضيف، المذيع الشاطر كمان او المذيعه الشاطره بيكون عندهم حب الكاميرا، لازم تكون هي حابه الكاميرا والكاميرا تكون حباها، ولاول مره النهارده اشوف ان الكاميرا حباني جدا اكتر ما انا حباها. وكمان المذيع الشاطر لازم يكون عنده كرو حلو جدا وبيحبه جدا، وانا كمان الكرو بتاعي مميز جدا. خليني اشكرهم واشكر على راسهم استاذه شيماء صبري رئيس تحرير البرنامج، وكمان اشكر مصطفى وامينه اللي معايا هنا منورين في الاستوديو. وخليني بقى بما اني جبت سيره استاذه شيماء اشكرها، لان انا يوم ما كنت بتكرم في مهرجان سوهاج انا ما قدرتش ان انا هديلها التكريم ده، لان هي السبب في ان احنا نروح ونحضر تكريم زي ده، ولكن انا بهدهولها دلوقتي على الهواء. خلونا بقى نطلع فاصل سريع علشان نبدا حلقتنا النهارده ونشوف التكريم ده. من اجمل مذيعات مصر بل واكثرهم شياكه ولباقه، جات لنا من الزقازيق طريق طويل جدا لحد ما وصلت لحد سوهاج، نورتنا وشرفتنا في سوهاج مذيعه الصحه والجمال هاله عبد الشافي. نسمع سفة جامده جدا استاذ هاله. لا السفة فين؟ السفة جامده يا جماعه. What's up, buddy? What's that? What's up,
على تواجدها معانا النهارده. مشاهدينا رجعنا لكم مرة تانية، ولكن معايا المرة دي في الاستوديو ضيفتي دكتور مي مصطفى، خبيرة العناية بالبشرة والشعر وتحضير مستحضرات طبيعية وعلاجية وتجميلية، وصاحبة براند كاليزي كوزماتكس. دكتور مي ازيك؟ اهلا، ازيك؟ عاملة ايه النهاردة؟ دكتور مي، الاول عايزة اقول لسادة المشاهدين ان دكتور مي من الناس الاكتف جدا على السوشيال ميديا، كمان الاكتف في الصعيد المهني، ان هي دايما بتحضر ايفنتات وبتحضر كمان معارض، واخر معرض ليها كان معرض تيفل دوم في اسكندريه، كانت الاورجنايزر بتاعته تينا بازار، صح؟ تينا بازار، تيفري دوم اسكندريه. اوكي دكتور مي، انت مشرفانا النهارده، ربنا يخليكي. انا مبسوطه قوي ان انا معاكي النهارده. متشكره يا حبيبتي، تسلمي. عايزاكي الاول قبل ما تكلمينا عن المعرض، عايزاكي تكلميني فكره البرودكت دي اصلا جات لك منين. ناس كتير قوي قبل ما تعمل حاجه من الحاجات اللي هي كوزماتكس او بتعالج البشره او الشعر، دايما بتكون مرت بتجربه، سواء بقى هي كانت بتعاني من حبوب في البشره او بتعاني من اي مشكله في الشعر، فتلاقيها كانت بتدور على الحل لحد ما عملت كده. دي حقيقه. فاحكي لي بقى، بداتي مشروع ازاي؟ فكره المشروع جات لي ان انا كان دايما اهلي وصحابي كان دايما بيقولوا لي مي ناخد ايه، نستخدم ايه. انا نفسي قبل ما اشتري اي برودكت كنت دايما ببص على الانجريدينت بتاعته، هل دي تناسبني ولا لا، تناسب نوع بشرتي ولا لا. كل الحاجات دي كانت مهمه جدا بالنسبه لي. لحد ما كمان بحكم شغلي ان انا صيدلانيه وهيلث ايديوكيتر سبيشالست، كمان متخصص تثقيف صحي، فاللي هو بعلم الناس ازاي يغيروا البيهيفير بتاعهم، ازاي يخلوه لايف ستايل. حتى لو انت بتعملي عاده غلط، بتعملي حاجه غلط في حياتك، تحاولي ان انت تغيريها ويبقى لايف ستايل على طول مع حياتك، في حياتك يعني. فالفكره ان انا قررت في وقت كده ان انا لازم ادرس الموضوع، ما ينفعش اعمل اي برودكت وانزله الماركت وخلاص. لا، الفكره كلها ان انت لازم تبقي دارسه الموضوع كويس جدا. اخدت دبلومز كتير جدا، كورسز كتير جدا، وسافرت ورحت اخدت حاجات اونلاين كتير علشان اقدر ان انا اطلع برودكت مصري بكواليتي عاليه وفي نفس الوقت يبقى فعال ومصري في الاخر. اوكي، يعني الحاجه دي اصلا مش بس خاصه بالصيدله، ان هو لازم تبقي خريجه صيدله عشان تشتغل الحاجه دي. لا، دي كانت بره المجال بتاعك خالص. انت لازم تكوني دارسه كويس جدا، لان الانجريدينت اللي احنا بنستخدمها كتير جدا. في مثلا انجريدينت او مكون معين في مستحضر معين ينفع يستخدم لوحده ويبقى ايفكتيف حلو جدا. أوكي. لو استخدمتيه مثلا مع ماده ثانيه ممكن يعمل حاجه عكسيه تماما، فلازم تكوني دارسه ده كويس جدا جدا، وتبقي عارفه كل الانجريدينت ايه اللي انت بتستخدميها كلها ايه. طب قولي لي، هالحاجات دي الاول قبل ما تبداي انك تنزليها او تعرضي عنها بتكوني انت مجرباها؟ طبعا، شهور شهور. بتجربيها كتير. بقى على بشره او عليك انت، ولا بتجربيها على كذا بشره عشان لازم على كل على كل يعني على كذا سكين تايب وكذا هير تايب، لان انا عندنا منتجات للشعر وعندنا منتجات للبشره. أوكي. فلازم تكوني مجربه على كذا نوع بشره وكذا نوع شعر علشان لما تطلعي برودكت تبقي عارفه انت ده بيعمل ايه وده رايح لمين بالظبط. الفكره مش ان انت بتقدمي برودكت وخلاص، الفكره ان انت بتمشي مع الكلاينت من اول ما بتاخد البرودكت لحد ما بتلاقي نتيجه وهي تبقى ساتيسفاي. طيب اوكي، قولي لي بقى المعرض اللي كنت شاركتي فيه، انا عرفت كمان انك بتشاركي في معارض تانية مش هو المعرض ده بس. فقولي لي الفكره جات لك منين، وهل ده بيعود عليكي سواء بقى بان هو بيعمل لك ماركتنج او سواء بيخلي البراند بتاعك معروف اكتر عند البنات؟ بصي، الحقيقه جدا بيفرق جدا. بصي، الفكره ان انت لما بتبقي مثلا بتشتغلي اونلاين، العميله بتشوف السوق المنتج في صوره، فدي مش حاجه برضو بتديها ثقه قوي ان هي تروح تشتري المنتج على طول. أوكي. ففكره المعرض بقى فيه انتر اكشن، انتراكت بيني وبين الكاستمر او بين العميله. فبقى الفكره ان انت بتوريها، انت بتقولي مثلا انا بشرتي دهنيه انا عايزه كذا، طب استخدمت البرودكت الفلاني وعملي حساسيه، فببقى انا عارفه ايه اللي انا عاملاه وهل ده يناسبها ولا لا. هي دي الفكره كلها. أوكي. فطبعا فادني جدا جدا في الماركتنج، عرفني بناس كتير، بقى الموضوع على لارج سكيل اكتر. ففادني كتير بصراحه. لا، وكمان انا خدت بالي ان هو كان اكتر الناس اللي هي انفلونسر على السوشيال ميديا عموما زارتك وتصورت معاكي وفضلت تتكلم عن البرودكت بتاعك كتير جدا. قوي جدا. بصراحه ان هو حاجه مفيده كويسه. قولي لي بقى، كاليزي كوزماتكس، الاسم ده اصلا كاليزي ده انا فضلت افكر فيه كتير قوي، يعني في ناس اصلا ما بتعرفش تقرا يعني كويس، يعني اصلا مش عارفه ان احنا هننطق بالفتحه ولا نكسره ولا نعمل ايه.
قولي لي بقى ايه معنى الاسم ده. هقول لك، هو كاليسي كوزماتكس. معنى كلمه كاليسي ايه؟ معناها جورجس وومن، يعني الست الحلوه. انا في وجهه نظري، في وجهه نظري متواضعه، ان كل الستات حلوين. اوكي، بس نفس النظريه بتاعتي. بس صح. كل واحده حلوه بطريقتها. يعني انت شكلك حلو، انت وظيفتك حلوه، انت مثلا بتهتمي بنفسك، انت اسلوبك وشخصيتك حلوه، فكل واحده فينا حلوه بس بطريقتها، بطريقه معينه. بس طيب قولي لي بقى، يعني اتكلمينا على المنتجات بتاعتك، هي يعني هي منوره التيبل دلوقتي، فعايزاكي تتكلمي اكتر عليها. بصي، احنا البراند بتاعنا 100% اورجانيك وناتشرال برودكت. عندنا ثلاثه كاتيجوري. عندنا حاجات سكين كير برودكت، حاجات للبشره، وهير كير برودكت، حاجات للشعر، وكوزماتكس، حاجات تجميل. تمام. عندنا بقى حاجات كتير. نبتدي بحاجات الشعر. عندنا الشامبو، هنتكلم على الحاجات دي بالتفاصيل. أوكي. عندنا خلينا بقى قبل ما نتكلم بالتفصيل ناخد اول اتصال تليفوني النهارده. مدام اميره، ازيك؟ استاذه اميره من القاهره. استاذه اميره ازيك؟ الحمد لله رب العالمين. اهلا وسهلا، اتفضلي مع حضرتك. انا كنت عايزه اسالها، ايه اكتر منتج ممكن يطول الشعر؟ يعني بنتي في ثالثه اعدادي، شعرها يعني على طول بقصه كل شهر يعني سنتي مثلا. أوكي. وبجيب لها في جي وبيوتن فورت دابر شام، كنت بجيبه لها على اساس يطول شعرها، بس برضو ما فيش نتيجه. اوكي، طيب في اي سؤال تاني مع حضرتك؟ لا شكرا استاذه اميره، متشكره اتصالك. طيب الفكره ان هي سنها صغير، بنتها سنها صغير. احنا مش بندور بس شعرها بيطول ولا ما بيطولش، ومش ان انت تجيبي فيتامين وخلاص. الفكره كلها ان هو موضوع كامل متكامل، مش ان انت تجيبي برودكت يلا في ثانيه هيطول لك شعرك. أوكي. لا، الفكره مش في كده. الفكره في تغذيه كويسه ولا لا. التحاليل، في تحاليل الناس بتركز بس على السي بي سي او صوره الدم الكامله، ده مش صح. في مخزون فيريتين بيتحلل، في مخزون حديد، في تحليل الغده الدرقيه، تحليل اجسام المضاده للغده الدرقيه سواء كانت هايبر او هايبو. الحاجات دي كلها لازم تبقى محللاها وعارفه النسب بتاعتها. ومخزون الحديد من الحاجات المهمه جدا 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 اللي لازم تحللها، لان الحاجات دي بتاثر ان هي ممكن شعرها ما يطولش او ممكن شعرها ان هو يقع. فده دي حاجات مهمه جدا. بتاكل صحي ولا لا؟ العادات نفسها الصح بتعملها ولا لا؟ اوكي، احنا العادات الصح دي لسه هنتكلم فيها يا دكتور، علشان ناس كتير قوي جداً بتعمل عادات هي فاكره ان هي صح، ولكن في يعني في الاخر بتطلع غلط وبتضرها جدا. انا بيجي لي حاجات كتير جدا عادات، اللي هو انا حاسه بيقولوا لي انا حاسين ان احنا بنعمل الحاجات دي عادي، بس هي مش عادي خالص. صحيح. احنا بنعملها على اساس ان هي روتين يومي ماشيين عليه، ولكن في الاخر بتطلع حاجه غلط خالص. يعني بالزبط. خلينا بقى نتكلم عن المنتجات الموجوده قدامنا. تمام. احنا زي ما احنا قلنا عندنا الحاجات الهير برودكت. أوكي. عندنا الشامبو زيرو صوديوم زيرو سلفيت. الصوديوم من الحاجات اللي بتنشف الشعر جدا جدا، فده زيرو صوديوم، ما فيهوش سلفيت ولا صوديوم. وكمان بخلاصه الافوكادو، ثمره الافوكادو دي من الثمرات او من الاكلات المحببه جدا لقلبي. كلها فيتامينز، كلها معادن. والشامبو كمان مش بينشف الشعر. تمام. في كمان عندنا الهير ماسك. الهير ماسك ده اللي بزبده الافوكادو، زبده الشيا، زيت الارجان، وبروتين. ده من الحاجات اللي بتغذي الشعر جدا جدا وبترطبها وبتديها كده لمعان، ولو هو بيتساقط برده. اوكي، خلينا كمان ناخد اتصال تليفوني من استاذه مروه. استاذه مروه مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت بس ممكن اسال على حاجه؟ اوكي اتفضلي. لو سمحت حضرتك، سؤالي بشبه السؤال القديم. انا برضك بنتي عندها 10 سنين وشعرها ما بيطولش نهائي. اوكي، هو احنا تقريبا الصوت. اوكي، مع حضرتك اتفضلي. بنتك عندها 10 سنين وشعرها ما بيطولش نهائي. اوكي، وجربت معاها حاجات كتير جدا. تمام. وبرضك ما بيطولش خالص. اوكي، وانا سؤال برضك، سؤال تاني. تمام اتفضلي. انا قاعده في البيت ما بخرجش وبسمر، بسمر جدا 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 من غير اي سبب. وشك بيسمر جدا من غير اي سبب؟ وانا قاعده في البيت. حضرتك بتاخدي ادويه مثلا معينه؟ باخد، انا اصلا عندي روماتويد وعندي زيبه حمراء. اوكي. باخد علاج الروماتويد، باخد في ناس قالوا لي بسبب العلاج اللي انت بتاخديه. نعم؟ في ناس قالت لي بسبب العلاج اللي انت بتاخديه. ما تاخديش العلاج اللي انت بتاخديه؟ لا، بسبب العلاج. بسبب العلاج. اوكي، الدكتور كمان تقريبا اكدت على النقطه دي.
عشان كده انا قلت لك انت بتاخدي ادويه ولا لا، او عندك حاجه او لا لا او لا، هو ده سبب من الاسباب اللي يخلي البشره اوريدي تسمر. ما انا مش عارفه، بس انا الموضوع ده مضايقني، مضايقني قوي ان انا عماله اسمر وانا مش عارفه اي حاجه تفتح البشره. تمام. عشان كده عايزه الدكتور تقول لي حاجه تفتح البشره وحاجه عشان خاطر شعر بنتي لو ما بيطولش دوت، مش عارفه جربت له حاجات كتير ومش عايز يطول، وهي الموضوع بردك ده مضايقها يعني، هو كطفله الموضوع ده مؤثر عليها جدا، ان شعرها نفسها يطول وهو مش عايز يطول. طيب هي عندها انيميا او حاجه او طريقه اكلها ازاي؟ يعني ساعتها اخر مره عملت لها تحليل كانت 10، يعني ما كانتش قليله قوي. تمام. طبعا ما فيش تحليل حديد ولا غده درقيه ولا الحاجات دي اتعملت؟ لا 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 مش عملت اي حاجه من الحاجات دي. تمام، دي من الحاجات المهمه جدا. نعم. تمام. نعم. طيب اوكي يا استاذه مروه، متشكرين اتصالك. شوف يا دكتور، يعني هي فكره الحبوب دي او ان اي حد بياخد علاج دي فعلا بتاثر جدا، وناس كتير ما تعرفش ان هي بتاثر، لان هي بتبدا ان هي تقلل في المناعه او تلعب على حته المناعه في الجسم. بالظبط. ولكن بقى نقطه ان هي بنتها عندها 10 سنين وشعرها ما بتولش ابدا. بصي، هي الفكره ان زي ما احنا قلنا ان هو الموضوع مش ان هي تديها، هي بتقول جربت حاجات كتير جدا. أوكي. وما عملتش التحاليل اللي هي المهمه، اللي هي عملت سي بي سي وطلع الانيميا ال10. تمام. فدي برضو مش انديكيشن خالص ولا مؤشر يبين ان هي عندها مثلا المخزون الحديد قليل ولا لا. فلازم تعمل مخزون حديد، ده مهم جدا جدا. الفيريتين يا جماعه مهم قوي قوي. هو المفروض الرينج بتاعه من 50 ل 70، المفروض ان انا اوصل ل 50. اقل من ال 50 هو ان انا ببدا ان انا اخد كبسولات حديد، ده لازم اي كبسولات حديد في السوق. تمام. اي نوع، مش نوع معين يعني. الغده الدرقيه، لان هي ساعات بتبقى هايبر او هايبو، ده بيأثر جدا جدا على نمو الشعرايه نفسها، البصيله نفسها، ان هي تطول او ما تطولش او تقع او ما تقعش. اوكي. طب ما فيش نصايح ممكن نعملها في حاله ان حد فعلا بيعاني من الغده، سواء كانت ان هي الغده بتاعتها، انا ما اعرفش ان هي سواء كانت منتظمه او غير منتظمه، فالمفروض تكون في نصايح للحالتين؟ المفروض ان هي تتابع مع دكتور. اوكي. لازم تتابع مع دكتور، شوف هي الاول هي هايبر ولا هايبو، وتمشي على العلاج مع العلاج. طول ما هي بتنتظم على العلاج ده هيفرق جدا جدا في صحه الشعر وصحه اكلها كمان، ده من الحاجات المهمه جدا. طيب والعادات. أوكي. حلو قوي. بصي، هو دلوقتي المفروض المنتجات بتتعرض على الشاشه، ولكن احنا خلينا الاول مع حضرتك توضحي لنا الموجود وبعد كده نعلق اللي موجود على الشاشه. تمام. أوكي. اوكي. احنا قلنا حاجات الشعر، في عندنا كمان الليف ان كونديشنر، الحاجات دي هنشرحها تاني بالتفصيل. أوكي. وعندنا الهير سيرم، ده مجموعه اويلز، مجموعه زيوت طبيعيه. ده للتساقط وللهيشان وللسقوط، وفي كمان كافيين بيحفز وبيعمل استيميليشن لبصيله الشعر ان هي تنمو. حلو قوي. طيب عندنا كمان حاجات السكين كير او اللي هي حاجات البشره، في 3 ماسكس عندنا. في ماسك الفحم، ده بيديتوكس البشره وحلو قوي 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 للبشره الدهنيه. في عندنا الكلي ماسك او ماسك الطمي بالروز هيب اويل او زيت بتلات الورد، ده من الزيوت اللي بتعمل تايتنس للبورز وبتقفل المسام وبتشيل كل الزيوت والدهون الزياده. اوكي. في عندنا كمان السكراب بالشوكولاته، ده عباره عن سكراب بيتعمل وانس ا ويك، بيتعمل مره واحده في الاسبوع. أوكي. سكراب لازم 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 اي بشره سواء كانت اي نوع، وهنتكلم بالتفصيل عن الروتين المفروض اي بنت في الدنيا تمشي عليه ايا كان عمرها، لازم تعمله مره واحده في الاسبوع. طبعا. تمام. في عندنا كمان ليبس سكراب، في عندنا كمان حاجات بقى التغذيه بقى والنضاره، الهيلارونيك اسيد. طبعا احنا محتاجين حلقات كتير قوي عشان نتكلم عن الهيلارونيك اسيد. على كل حاجه دي بالظبط. في الكولاجين مارين كريم. في عندنا كمان الحاجات التجميليه زي البادي شيمرنج اويل، الحاجات اللي هي بترطب الجسم وبتدي جلوي كده وبتدي لمعه حلوه. في عندنا الهايلايتر، في عندنا التنت ده يعني كان مطلب جماهيري. طبعا احنا كلنا بنستعمله، ما حدش فينا بقى بيستخدم اي حاجه خالص غير خالص. دايما عايزين ننزل الصبح فريش، مش عايزين نحط ميك اب. السان بلوك، التنت، روج وخلاص. خصوصا تنزلي. كمان ان هو لونه مميز وكمان في نفس الوقت ما بيضرش البشره. بالظبط. فدي حاجه مميزه هو جدا. الفكره كمان ان انا مزوده فيه مواد علشان تديله تغذيه ويدي نضاره كده بشده حلوه للبشره. طب حلو قوي. وليه بقى يا دكتور الاخطاء اللي احنا بنعملها وان احنا فاكرينها ان هي حاجه كويسه، وكمان دي يعني احنا فاكرين ان هي بتقوي البشره وبتديها نضاره اكتر، واحنا ما نعرفش ابدا ان هي خطا وان هي اللي بتضر البشره؟ بصي، هو اي بنت فينا، اي حد يعني، اي بنت المفروض ان هي تمشي على روتين معين ايا كان عمرها. احنا بنعتمد على نقطتين. النقطه الاولانيه ان احنا اول حاجه تبقي عارفه نوع بشرتك ايه.
نوع بشرتك سواء كانت دهنيه او جافه او مختلطه. دي بوينت. البوينت الثانيه نشتغل على انت سنك كام، سواء كنت في العشرينات هبدا بالترطيب، كنت في الثلاثينات هبدا في الفاين لاينز، في الاربعينات او الخمسينات هبدا اشتغل على الرينكلز اللي هي التجاعيد. تمام. طيب هتكلم عن نقطتين. النقطه الاولانيه ان انا اعرف اصلا نوع بشرتي ازاي، هي دي النقطه دي النقطة اعرف بقى نوع بشرتي بالزبط. وهل والروتين كمان اللي انا بعمله للبشره ثابت لكل انواع البشره ولا كل بشره ليها روتين معين؟ ده سؤال مهم جدا جدا. أوكي. طيب الفكره ان انا ازاي اعرف نوع بشرتي، هم طريقتين ملهمش تالت. تمام. طريقتين. اول حاجه في طريقه اسمها بير فيزد ميثود، دي طريقه ان انا بغسل وشي بالكلينسر او بالغسول بتاعي اللي انا متعوده عليه كل يوم، ولازم يبقى مناسب لنوع بشرتي وهنعرف نختاره على اساس ايه. أوكي. وبعدين نستنى نص ساعه وتحت ضوء قوي نبدا ان احنا نبص في المرايه نشوف انهي منطقه في وشي هي اللي بقى فيها دهون. اوكي. اللي هي بتلمع اكتر او اللي بتلمع اكتر هتلاقي مسامها واسعه، هتلاقيها فيري شايني وباينه، يعني باينه ان هي فيها زيوت ودهون، دي بتبقى الاويلي سكين او اللي هي البشره الدهنيه. اوكي. لو لقينا التي زون، منطقه التي زون دي بتبقى مختلطه، الخدود ناشفه، الدقن ناشفه، بس منطقه الجبهه ومنطقه المناخير هي دول اللي فيهم لمعه شويه، دي بتبقى كومبايند سكين او مختلطه، البشره مختلطه، البشره بقى اللي هي هتلاقيها مشدوده قوي وما فيهاش اي دهون وما فيهاش اي حاجه، دي هي الجفة. دي اللي بتبقى دراي. الدراي سكين. تمام. اوكي. دي اسمها طريقه البيرفست ميثود. طب الطريقه الثانيه اسمها بلوتينج شيت، دي اسهل واسرع. الفكره ان انا برضو بغسل وشي كويس جدا جدا بالكلينسر بتاعي اللي انا بستخدمه، وبعدين بستنى نص ساعه وبجيب عارفين ورق الزبده، ورق الزبده اللي هو اللي في البيت بقطعه اربع مربعات في المطبخ بالظبط، في بيت كل حد فينا. تمام. بجيبه بقطعه كده اربع مربعات صغيره، وبعد نص ساعه ببدا ان انا احط الاربع ورقات دول على وشي، واحده هنا واحده هنا واحده هنا واحده هنا، وببدا ان انا استنى كده 10 دقائق وابدا ان انا امسكها وابص في لايف في ضوء. تمام. هلاقي بقعه زيت موجوده على الورقه، مش هتلاقيها صافيه يعني. فدي من الطرق اللي احنا بنعرف بيها اذا كنتي اويلي واذا كنتي دهنيه او جافه او مختلطه. دي الطريقه اللي انا بعرف بيها. اوكي. طيب ودي طريقه سهله جدا جدا وسهله جدا وهتعرفي بيها انت نوع بشرتك يعني نوعها ايه. تمام. الفكره بقى ان الروتين اللي انا امشي عليه امشي على ايه، اعمل ايه، اي برضو اي الروتين ده ثابت لكل انواع البشره. تمام. دهنيه مختلطه جافه اللي حضرتك هتقوليه بالظبط كده. أوكي. اول حاجه ان انا بغسل وشي كويس جدا 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 بكلينسر. يا جماعه ابعد تماما تماما عن الصابون، الصابون كله كيميكلز، كله مواد حافظه، كله الوان صناعيه، ده بعيدا حتى عن اللي هي صابونه الجليسرين والحاجات اللي الحاجات دي فيري سيف كويسه جدا. أوكي. لا في صابون بيبقى فيه كيميكلز كتيره بتضر البشره وبتنشف كمان. أوكي. البشره جدا. تمام. احنا بنتكلم على كلينسر او غسول بنغسل وشنا كتير بنغسل وشنا اول دي اول خطوه بحركات دائريه. طيب انا الخطوه دي انا فتحت مسامي، ينفع انزل من البيت وانا باب شقتي مفتوح؟ لا. يبقى الفكره ان انا هعمل ايه، هقفل بتونيك او تونر. اسهل حاجه يا جماعه، احنا بصوا احنا بنبسط الدنيا على البنات جدا جدا، بتلجايه تلجايه هتمشيها على وشك بيقفل المسام جدا جدا، وبيدي كمان نضاره حلوه قوي قوي للبشره. طب حلوه. تمام. دي من الحاجات الحلوه جدا. طيب انا نازله في الشمس هعمل ايه؟ صن لازم صن بلوك. صن بلوك ده لا غنى عنه تماما، ما اقدرش استغنى عنه، ما اقدرش انزل من البيت من اطلع كده بره البيت وانا مش حاطه صن بلوك. طب اوكي، في نقطه بقى، في سؤال في النقطه دي. أوكي. هل اي صن بلوك نجيبه من الصيدليه ولا طبعا لازم؟ على حسب نوع البشره. اوكي. نوع البشره الدهنيه بختار لها الحاجات الليكويد، الحاجات الخفيفه. أوكي. اللي هي اللوشنز اللي هي الحاجات الخفيفه عشان ما تفرز ما تعملش افراز زيوت اكتر. اوريدي انا بشرتي بتطلع زيوت فما اقدرش ان انا احط لها كريم مثلا. أوكي. لا، البشره الجافه بستخدم لها كريم صن بلوك حلو تقيل. تمام. عشان يديها كمان ترطيب لان هي بيبقى فيها نسبه ترطيب. كويس. تمام. طيب اعمل ايه تاني؟ اخر خطوه هحط الاي كريم. الاي كريم اللي هو دي برضو نقطه هنتكلم عليها برضو مهمه قوي، الهالات السوداء، بس هنتكلم عليها ناخدها كده واحده واحده. اي كريم انا عايزه بس من الاي كريم ان هو يرطب لي منطقه تحت العين. يا جماعه في نقطه برضو مهمه، الصن بلوك ما يتحطش تحت العين، انا ماليش دعوه تماما بمنطقه تحت العين، لا كريم نهار يتحط تحت العين ولا صن بلوك يتحط تحت العين، الحاجات دي كلها بتعمل انتفاخات وبتعمل سواد تحت العين. اوكي. الصن بلوك بيتحط بس الفيس بس، ماليش دعوه بمنطقه، بحط الاي كريم وبنزل خلاص كده، انا كده عملت الروتين بتاعي وتمام. حلو. تمام. طيب نيجي بالليل. نفس الروتين بالظبط، هغسل بكلينسر، هقفل بتونيك المسام، هعمل ايه، خلاص انا هستعمل، هروح بقى البيت او بالليل هستبدله بكريم تغذيه.
أوكي. كريم تغذيه، عندي هيلارونيك اسيد سيروم. الهيلارونيك ده من الحاجات الممتازه جدا وبتدي تغذيه ونورشمنت وفيتامين، في فيتامين سي كمان، وفي خلاصه صبار، وفي خلاصه شاي اخضر، فيري فيري ديتوكس فاي البشره، وبيصفيها وبيخليها يعني بصي كانها بيبي. بتقومي الصبح تغسلي وشك بس كده. طبعا على حسب برضو بنتكلم عن نقطتين، نوع بشرتك ايه وسنك قد ايه، تمام؟ او ان احنا بندي حاجه انتي ايجينج كولاجين بس دي للعمر اكبر شويه، لو في رينكلز، لو في فاين لاينز زياده شويه نتيجه التعبيرات والحاجات الرينكلز او الخطوط التعبيريه واحنا بنضحك واحنا بنعيط، الكلام ده كله بيأثر بعد كده. اوكي طيب يا دكتور، بقى احنا كنا عايزين حضرتك تعمل لنا خلطه طبيعيه هنا في الاستوديو، بحيث ان الناس اللي شايفه ان كل الحاجات دي بيكون سعرها غالي وما بيعرفوش يعملوها او بتبقى حجتهم ان هم مش عارفين يعملوها، ان حضرتك توري لهم طريقه هنا. فخلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نعمل الطريقه دي. تمام ان شاء الله. مشاهدينا رجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين حلقتنا النهارده مع دكتور مي مصطفى. دكتور مي، احنا دخلنا بقى للنقطه المهمه لحد ما الخلطه تبدا الادوات ان هي تكون جاهزه عشان نشتغل عليها. تمام. عايزه حضرتك بقى تكلمينا عن الشعر، ودي مشكله كبيره جدا، وخصوصا كمان ان احنا الكارثه الكبيره ان احنا في فصل الصيف، كل الناس بتروح مصايف، وكل الناس كمان حتى الحجاب اللي بيلبسوه او حتى الناس اللي هي سايبه شعرها بيتعرض فتره كبيره قوي للشمس، والناس اللي بتلبس حجاب ما تعرفش ان هو مهم جدا ان هم يختاروا خامه الحجاب اللي هتتلبس، وخصوصا في فصل الصيف. بالظبط. فعايزه حضرتك بقى تكلمينا عن الشعر والعادات اللي احنا فاكرينها صح وهي برده غلط علشان نبدا نخلي بالنا منها. تمام. الفكره ان احنا في الفصل الصيف، بالذات في فصل الصيف، بننزل ميه مالحه كتير جدا، بنغسل شعرنا كتير جدا جدا جدا. بنعمل سشوار وبنعرضه للحراره كتير قوي قوي. فالفكره ان احنا لازم برده نمشي على روتين معين علشان نحافظ على ده. اول حاجه احنا لازم الشامبو بتاعنا يبقى زيرو صوديوم وزيرو سلفيت، لا في صوديوم ولا في سلفيت. بلس جدا. بلس ان هو لازم كمان يكون فيه ماده ترطيب. انا مثلا الشامبو اللي عندنا احنا حاطين فيه خلاصه افوكادو، ده من الحاجات اللي بتمويست او بتزود جدا جدا الترطيب. دي اول حاجه. تاني حاجه الكونديشنر او البلسم. البلسم برده من الحاجات المهمه جدا جدا، خصوصا في الصيف. على فكره الشعر بينشف جدا في الصيف اكتر ما في الشتاء جدا. دي حقيقه. فاحنا محتاجين كونديشنر. الكونديشنر بتاعنا ليف ان. ليف ان يعني بيتساب على الشعرايه، يعني بيخليها محافظه على الميه اللي جواها، ومحافظه على ان هي ما تقصفش ولا تهيش. تمام. في عندنا كمان الهير سيروم. الهير سيروم برده من الحاجات المهمه جدا جدا اللي بتغذي جدا فروه الراس، لان هو مجموعه زيوت طبيعيه، زيت زيتون، زيت خردل، زيت لوز حلو، زيت جوجوبا. الزيوت دي كلها حلوه جدا جدا للشعر. تمام. في عندنا كمان حمام الكريم، ده لازم نعمله مره واحده على الاقل في الاسبوع علشان نعوض الغسيل اللي احنا بنغسله، نعوض الميه المالحه اللي احنا بننزلها، كل الحاجات دي. تمام. برضو بالنسبه لنقطه الحجاب دي مهمه جدا. الفكره ان انت مثلا لو انت متعوده ان انت تعملي فرق في شعرك او تحت الحجاب كل ساعتين، لو انت مثلا بتشتغلي 6 7 8 ساعات لازم تغيري الفرق ده كل ساعتين. يا سلام. جدا، ده من الحاجات المهمه جدا. عايز اقول لك انا من الناس اللي بتنحل فعلا الموضوع ده. بيتنحل، انت هتلاقيه مع الوقت الموضوع الفرق. علشان ايه؟ علشان خاطر مثلا ان هو الفرق ده موجود بحيث ان هو عامل شادد الشعر الناحيه دي او الناحيه الثانيه. بالظبط كده. تقصدي كده. بالظبط، انت بتغيري بس الفرق كل ساعتين كده بتغيريه. تمام. في كمان عندنا البروتين، الكيراتين، الكولاجين، كلهم تحت مسمى واحد، هو بروتين بس تحت مسميات تجاريه. اوكي. ماليش دعوه باي مالكوش دعوه يا جماعه باي حاجه اخرها تين خالص. نهائي خالص. دي حاجه مهمه. لا دي حاجه مهمه جدا، لان فعلا بنات كتير بتعملها، يعني كلها بتندرج تحت اسم ان هي بروتين للشعر. بروتين بس هي مسميات. أوكي. كيراتين، بروتين، كولاجين، بوتوكس، اي وات ايفر ايه الاسم. كلها بروتين، كلها بروتين. أوكي. الفكره ان احنا لو انت خلاص مش قادره وخلاص وشعرك هايش وبايظ ومش قادره تقعدي قدام جوزك كده، اعمليه مره في السنه. تمام. يعني ممكن دي نمشيها يعني. وتقريبا في اساليب ثانيه مهمه جدا وحلوه جدا نخلي تخلي الشعر روتين. تخلي الشعر بترطبي. انا بالنسبه لي المفتاح الاول والاساسي هو الترطيب. طول ما انت مرطبه شعرك، طول ما انت بتاكلي كويس جدا جدا، طول ما انت الاكل بتاعك صحي، ما فيش تدخين، ما فيش العادات اللي احنا بنعملها على طول. حتى الناس اللي مش محجبه، فكره ان احنا زي ما وشنا محتاج سان بلوك، برده شعرنا على فكره محتاج سان بلوك. أوكي. محتاج ان انت تحطي عليه. احنا عندنا مثلا الهير بيرفيوم ده. أوكي. فيه اس بي اف علشان ترشيه على شعرك، يديلك فراجرنس او ريحه حلوه، وكمان يحافظ عليه من الشمس. طب حلو يعني جدا. ده من الحاجات البيست سيلر عندنا يعني. اللي هو الهير بيرفيوم.
تمام؟ اوكي. فهو لازم الموضوع كله يبقى باكج، السشوار مش كتير، نبعد عن الهيت تماما. اوكي، انا كنت هسال النقطه دي، ان عايز اعرف لو حد دلوقتي او اي بنت دلوقتي بتتعرض ان هي بتاخد شاور او هي كانت في مصيف في بول فطالعه من الميه، مش لازم اول حاجه ان هي تستخدمها؟ في ناس بتنشف شعرها بالفوطه، وفي ناس بتستخدم اللي هي الحاجه الثانيه الحاجه الحراريه علشان شعرها ينشف. هو الفكره ان انا اول ما اطلع من الميه سواء ملحة او ميه بول او حتى لو شاور، لازم اول حاجه اعملها اول حاجه اعملها لازم ان انا اغسل شعري بميه، ميه جاريه، الميه العاديه دي اول حاجه. دي ما افكرش ان انا اقعد عليه اقعد شمس. تخيلي انت عماله قاعده في شمس، يعني اوريدي الشمس بتضر الشعر وكمان الميه مالحه، فانت عماله بتدمري في شعرك. أوكي. لازم ميه طبعا، ويعني من الحاجات الكويسه ان انت قبل اصلا ما تنزلي للبحر لازم تحطي ليف ان كونديشنر. يعني ده من الحاجات، يعني مثلا ده كذا حد قال لي مثلا هو انا ينفع احطه قبل ما انزل البحر؟ طبعا طبعا، بيعمل طبقه عازله بين شعرك وبين الميه المالحه، فبيقلل الضرر شويه. طيب اوكي، لو حدا بقى واخد شاور عادي وطالع بشعره، انا النهارده واخده شاور ومستعجله راح الشغل، فانا بالتالي يا دوب بنشف شعري اللي هي بنشفه حاجه خفيفه، مش هفضل انشفه علشان اي ميتنج او اي حاجه. فشوفي بقى ممكن انا اعمل ايه علشان خاطر ما استخدمش اي حاجه فيها حراريه عموما يعني، ولا بيبقى التنشيف اللي هو عباره عن بصي هو التنشيف حاجة، احنا اول حاجه احنا بننشف ولازم فوطه قطن، ما ينفعش يبقى داخلها بوليستر ولا حتى نستخدم اصلا اشار فيه بوليستر، الحاجات دي كلها بتهيش الشعر وبتعمل كده زي شحنات كهربائيه كده في الشعر، فبتخلي الشعر وهي واقفه وبتفتحها كمان. فدي من الحاجات اللي لازم اول حاجه ننشفها بفوطه قطن، دي اول حاجه. المفروض الصح لو بنتكلم في الصح ان احنا نسيبه اير دراي ينشف لوحده. تمام. خلاص مزنوقه في ان انت خلاص مش قادره ولازم تخرجي بيه، بيتبس شوار كده على هواء بارد مش هواء سخن. اوكي طب يلا بقى نبدا في الخلطه المفروض نعملها. تمام. هو انا ممكن اساعدك ان احنا نشيل حاجه احنا من هنا؟ عايزين الزيوت بس. اوكي الزيوت. طيب احنا عندنا هنا ده من الماسكس الحلوه قوي قوي للبشره. اوكي تمام. اوكي تمام. احنا عندنا ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ماسك، مش ماسك يعني، هو سكراب اكتر. أوكي. هو ينفع للجسم وينفع للوش. طبعًا. هو الفكره ان احنا عباره عن ايه؟ عباره عن سكر وعباره عن قهوه. القهوه طبعا من الحاجات اللي ديتوكس حلوه جدا جدا للبشره وللجسم، وبتقلل من السليولايت والحاجات اللي هي العلامات التمدد نتيجه الحمل نتيجه الوزن خسيتي او زدتي او الكلام ده. أوكي. احنا بنعمل ايه؟ بناخد اربع معالق من السكر. أوكي. ومعلقتين من القهوه، وبعدين بنبدا ان احنا نقلبهم. تمام. ونحط عليهم معلقه جوز هند ومعلقه زيت زيتون، وابدا ان انا اعملها زي عجينه كده. تمام. تبدا ان انت تعملي لها حركات دائريه على جسمك، وممكن كمان على وشك بس مره واحده بس في الاسبوع. اللي على الوش. تمام. على الوش. والجسم ده متاح كذا مره؟ ممكن مره او من مره لمرتين. اوكي، لان عموما البشره بتاعت الوش حساسه جدا، حساسه اكتر. بالظبط، خصوصا ان السكر كمان بيكون خشن جدا. بالظبط، ما احنا مش هنختار بقى السكر الخشن قوي، هنختار حاجه كويسه مطحون بطريقه معينه. يعني احنا عندنا مثلا السكراب هنا، السكراب اللي بالشوكولاته ده للوش. تمام. البارتيكلز او الجزيئات او الحبوب اللي مطحونه فيه مناسبه جدا للوش، انت ينفع تستخدميه للوش، ينفع تستخدميه للجسم. اوكي مفيش مشكله خالص. حلو جدا. الفكره كلها ان انت بتعملي حركات دائريه على جسمك. طيب. ده بيدي تفتيح ممتاز حلو جدا جدا للجسم، بيفتح، بيشيل العلامات التمدد دي مع الوقت. بيشيل بقى التراكمات، الجلد الميت، الحاجات اللي هي الاتربه والحاجات دي كلها اللي احنا بنتعرض ليها. حلو قوي. دكتور بقى عايزاكي تقولي لي، يعني واحده لسه صغنطوطه في السن وكمان ما شاء الله جميله وكمان عندها لسه حاجات كتير، يعني انا فاكره اول ما كلمتك وانت كمان من الناس اللي هي البسيطه جدا اللي انا تواصلت معاهم بدايركت، يعني ما حدش كان محتاج ان يدخل وسيط بينا. قولي لي بقى ازاي كان في ناس بتبقى سبورتر ليكي اكتر انك تكوني تنجحي في الموضوع ده او تكملي؟ بصي هي دي من الحاجات المهمه جدا جدا، يعني انا ما كنتش هعمل البروجكت ده الا لو كان في حد فعلا في حياتي سبورتر جدا. اوكي. اهلي يعني من اكتر الناس اللي شافت من قبل ما اعمل البروجكت، البروجكت ده اول ما يتعمل هينجح،
هم كانوا متاكدين من ده، كانوا متاكدين وواثقين فيا وواثقين في ان انا هعمل حاجه حلوه وكده، واخواتي طبعا واهلي وصحابي، وطبعا طبعا جوزي. يعني جوزي من الناس بقى اللي هم يعني فيري فيري سبورتنج، يعني مش قادره اقول لك كان بيدعمني ازاي، كان بيساعدني في كل حاجه، وكان بيستحمل طبعا يعني الحاجات كلها، تقلبات المزاج بسبب الشغل مش ماشي تمام والخروج وكل الحاجات دي. بالظبط علشان كده انا صممت عليكي ان هو الفتره دي اكتر المشاكل واكتر الحاجات اللي بتحصل ان قد ايه الست والراجل مش متفاهمين مع بعض، بسبب ان هو مش في نفس المجال، وممكن السبب الثاني ان هو كمان مش عايز الست اللي معاه تكون انجح منه. فعلشان كده اذريت النهارده البشمهندس علي مجدي يكون موجود معانا ونعرف من الموضوع ده اكتر. فخلونا نطلع الفاصل ويدخل معانا الفقره الجايه. مشاهدينا رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا النهارده، ومعايا كمان في الاستوديو النهارده باشمهندس علي مجدي. ازيك يا باشمهندس؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله، نورتونا النهارده. انا يعني مش عارفه الناس، كل الناس اكيد اللي متابعاكي عارفه ان انت من اسكندريه، فجاي طريق بعيد قوي عنكم. قوي قوي منورين. باشمهندس قول لي بقى، انا عايز الفقره دي تبقى بتاعتك انت. معظم الرجاله في الفتره دي وكمان الصغيرين في السن بتلاقي ان عندهم عقبه كبيره قوي ان يكون في بنت معاهم او ست معاهم متزوجين، وان هم يساعدوها ان هي تكون احسن. فهل ده يمكن علشان اختلاف المجال، ولا يمكن علشان الحب والتفاهم اكتر؟ لا، هو انا يمكن عشان اعرف يعني مي من فتره كبيره. اوكي. ويمكن كمان احنا اي قرار بناخده مع بعض وبيكون مشترك بينا. بس وانا يعني بالعكس، يعني هو لو كل زوج اعتبر مراته مثلا زي بنته هيكون عايز يشوفها احسن منه، بس فنجاحها ده بيعود عليا ونجاحي بيعود عليها. فلو كل زوج بس تفهم النقطه دي الدنيا هتبقى احسن بكتير. اوكي. طب هل اختلاف الكارير مش عامل مشكله بينكم، ان هو باشمهندس وانتي دكتوره وكل واحد في تخصص؟ لا بالعكس، ده مش بيعمل صعوبه لما تفضلي تشرحي؟ بالعكس بالعكس خالص. لا 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 خالص، كل واحد في مجاله، يعني هو في مجاله وانا في مجالي. بالعكس. طب قولوا لي الشغل لما هي تكون موجوده وبتعمل ايفنت، او بتكون موجوده ان هي في معرض زي المعارض اللي هي بتعملها، الدنيا بتكون ماشيه ازاي؟ مش بيكون صعب قوي عليك اللي انت خارجه وسايبه بيتك، وبيكون على الزوج برضو ان هو مراته سايبه البيت وماشيه عشان تعمل أنا حاجه؟ انا بنزل معاها بقى، ده انا بشجعها. بالعكس، ده هو اللي بيشجعني اصلا. هو اصلا اللي بيشجعني على المعارض اصلا. اوكي. يعني انا الموضوع بيبقى بالنسبه لي لود وشغل كتير. انت علشان تنزلي معرض لازم تنزلي بكل البرودكت بكميات كبيره علشان يعني تبقي مظبطه الدنيا يعني. فبالعكس هو اللي بيشجعني. طب اوكي. عايزه اقول لكم بقى حته النقد، ان حد ينتقدك، هل بيعود عليك ازاي وبيعود على الباشمهندس ازاي؟ ان هو شايف مراته وهي ماشيه في حاجه وبتعملها صح وبتتعب فيها قوي، وفي الاخر في حد على السوشيال ميديا ظريف جدا قاعد فاضي بيعمل لها كومنت. هي مي عصبيه بتتعصب قوي بتضايق. بصي بتضايق، ممكن اتقبل وبالعكس اشتغل عليه، بس الفكره في ناس بتبقى قصده ان هي تعمل كده. اوكي. يعني هي قصده متعمده ان هي تضايق وتمشي على طول، بس يعني مش عارفه بتقبل عادي، بس بتيجي عليكي وقت فعلا غصب عنك بتضايق. اي حد في مكاننا هيبقى كده يعني. اوكي. بعض الرجاله بتكون شايفه ان الموضوع ده بيعصبهم جدا، لا اما بيقولوا للستات ستوب ما تكمليش في الكارير ده، لا اما هو بيتعصب جدا فبيدخل يرد على الفولورز. فقولي الموضوع ده ازاي؟ انا بضحك، يعني انا بقعد اضحك يعني لما بشوف كده بضحك. اصل ده شيء، طب اصل ما فيش حد هيجتمع على انسان بنسبه 100%، فده شيء طبيعي يعني. طب قولي انت كنت ماشي معاها في انهي مرحله؟ اول ما ابتدت الفكره اصلا تدخل دماغها، ولا اول ما بدات تنزل وان هي تكبرها اكتر؟ لا لا، هي في الاول خالص كانت عايزه تبدا بقى يعني تاخد الموضوع عن، يعني هي في الاول كانت واخده الموضوع زي هوايه، فعايزه بقى قالت يعني ان هي تبدا كورسات وتاخد دبلومه وكده. فانا شجعتها بصراحه على الموضوع ده. بدات فيه، وبصراحه الاول ايه قلت يعني اكيد بتلعب او كده، لحد ما لقيت بقى الفيدباك من الناس يعني حلو. وهي كانت بتجرب عليا شويه منتجات يعني وكده، فماشي بقول بتلعب انا مش من النوع اللي بيركز هو الموضوع فرق معايا او ما فرقش، لكن لقيت فيه فيدباك فعلا من الناس، يعني انا عن نفسي ما تخيلتوش. ولما نزلت كمان معاها في المعارض وكده لقيت فعلا في يعني كذا حد كان اشترى منها وعايز نفس الحاجه تاني. اوكي. فبس فحسيت ان لا في حاجه او كده. اوكي. دكتور مي، عايزه اقول لك ان في مسجات مبعوته كتير قوي وعايزه حضرتك تجاوبي عليها كلها، ولكن للاسف كل مره التايم بيخلص عند اهم حاجه. فانا عايزه اختم معاكي بان حضرتك تقولي لي نصايح سريعه كده للبشره والشعر لازم نخلي بالنا منها الفتره الجايه. تمام. احنا لو اتكلمنا في موضوع البشره،
اول حاجه شرب القهوه يا جماعه، شرب القهوه نقلله جدا جدا، لان القهوه اول ما بنشربها بتبقى زي فكره الاسبونج، بتاخد كل الميه اللي في جسمنا واحنا ما بنستفادش اي حاجه، فشرب الميه كتير مهم جدا جدا. الفكره كلها ان انت لو بتعملي مثلا علاج لشعرك او حاطه في زيوت في شعرك ونمتي على المخده، لازم تغيري كيس المخده، دي من الحاجات برده اللي موست كومن وبسمعها كتير. تمام. الاكل الصحي، التدخين، الحاجات دي كلها نوقفها. ولازم طبعا لو انت حاسه ان انت مثلا روتين ده اساسي، الروتين اللي احنا بالظبط، وعرفنا طبعا احنا ازاي نعرف نوع بشرتنا، وروتين لازم انت تمشي عليه. اوكي تمام. دي بالنسبه للبشره. اوكي دكتور مي، شرفتيني ونورتيني النهارده، شرفتيني كمان يا باشمهندس. ختام لحلقتنا النهارده، وصلنا لختام الحلقه، يا رب نكون وصلنا المعلومه بالطريقه الصح وكمان تناسبكم وترضيكم، وان شاء الله نتقابل في حلقه جديده على خير.